موضوع الصلاة ده حدث عالمي على مستوى العالم كله. في دوت مش نافع خالص. الراجل يقول لك 2 جنيه 3 جنيه والتوك توك اقل واحد دلوقتي، يعني لو واحد غلبان بيروح ب 30 جنيه 40 جنيه لاولاده. خدوا مننا الورق السليم اللي هو الاصل بتاع العوايد دون، وراح اقطعوه عند السلم. بنمشي ورا منه بالليل، يا استاذ سعيد هتعمل ايه؟ قال لك بكره. مشكله كبيره على جيل بحاله هيجي ياخد شهر ويروح. مواد علميه ما ينفعش احذف في القراءه، هشيل موضوع قراءه، ما ينفعش اشيل في النحو.